بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء نسير مع الشوط الخامس في المجموعة، هذا الشوط خاص بالإبكار، ونسير مع دمعة من تستفتح الإذاعة محمد بن عبد العزيز بن سالم الغيلاني، من يتواجد على مقدمة هذا الشوط، بينما نوادر علي بن حميد الجنيبي تتقدم في ثاني المراكز، والمركز الثالث الطيارة عبد العزيز بن سالم بن ناصر الغيلاني على المركز الثالث، والمركز الرابع هنا مرضية راشد أو عبد الله بن راشد عبد الله أو راشد بن عبد الله بن الخيزران العريمي يتواجد مع المركز الرابع، والعودة هنا العودة مع نوادر، نوادر على البداية، نوادر على المقدمة والصدارة الأولى. الله، دمعة 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 دمعة، تحرك الدمعة، غير الدمعة إلى مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. محمد بن عبد العزيز بن سالم الغيلاني يتواجد مع الصدارة الأولى، ونوادر هنا نوادر مع المركز الثاني، المركز الثاني أيضا علي بن حميد الجنيبي، ولكن دمعة دمعة بدون يوامر ولا شبه وامر، رقص تلغائي، رقص ذاتي مع المقدمة والصدارة الأولى. راح بها محمد بن عبد العزيز بن سالم الغيلاني على البداية، ونوادر تحركت، تحركت نوادر مع المركز الثاني، ولكن لا زالت الأعصاب، لا زالت الأعصاب هادية، وعصاها في بطانها بدون يوامر ولا شبه وامر. تهانينا وناموس لمحمد بن عبد العزيز بن سالم الغيلاني على فوز دمعة بالمركز الأول. المركز الثاني هنا تصل على أيضا هذه اللحظات الوصول، المركز الثاني نوادر علي بن حميد الجنيبي، والمركز الثالث الطيارة عبد العزيز بن سالم الغيلاني. تهانينا وناموس للجميع. التوقيت الزمني 2:25.